زمان عملها ونام برا. لا يا باباي الغدر مو من شيء بنرجع لبنوب. ها ما حدا قتالك غيري يا واطي. عاد بأرضك ولا أب نزل بالوطك بالأرض ولا زرع شيء قدامي لشوف. والله ما تقدر تقبريني بس هالنقمة. الحكيم قال لازم تطعميكي أكل مغذي يعني مشان تقوي وتخلصي من هالبلوى هاي. أمي كيفه أبي؟ ليش ما عم يسأل عني؟ ليش زعلان مني؟ أبوك يزعل منك؟ إيه عنده ياكي بالدنيا كلياتها تقبريني. لا يا مريم، ما أنت بتعرفي إنك المدللة عند أبوكي. مزبوط والله، أبوكي ناطط محاطط على اللي صاير فيكي. هو تقبريني عصب عليكي وطلع عن طوره من خجلته من جوزك. أنا ما قلت لكم لا تجيبوا سيرة جوزي؟ خلص تقبريني، الله وكيلك ما عاد نجيب سيرته خلص. ما قلت لكم لا تفتحوا سيرة قدامي؟ طلعوا لبرا، قوموا طلعوا لبرا، قوموا طلعوا لبرا، كيف ما تطلعوا لبرا؟ يلا طلعوا لبرا. والله ما عاد نجيب سيرته، الله وكيلك ما بقى نجيب سيرته، اردي لك أمي. اتركوني بحالي، اتركوني بحالي. لك شو صار للبنت؟ لك كانت تموت على جوزها، شو صار لها؟ أنا بقول هذا جوزها حاكي له شي كلمة هازز لك يا مريم. يا أما سببها شي مسبة وبتعرفوها لأختي حساسة، ولا شو اللي بده يخليها تكرهه هيك بلا سبب؟ مو معقولة بس؟ صهركم مو تبع مسبات؟ لك قتل حاله لحتى أخذها لأختكم؟ لكن شو اللي قلبها هالقلبة؟ طالما لا مسقية سقية ولا معمل لها عمل مثل ما قال الحكيم لأبي. خلص أنا من بكرة رايحة لعن صهري، بدي أفهم منه شو السيرة. مين قال له مصلحة يلعب فيي وبعيالي ويزاحمني على الزعامة يا مراد آغا؟ هذا مؤاخذة، ما فهمت عليك، ممكن يعني توضح أكثر؟ مراد آغا، أنا تأكد لي بدون أدنى شك إنه في حدا من الحارة كان طمعان بالزعامة ولما ما حصل عليها بلش يلعب فيي وبعيالي ينهال علينا بالضربات من كل حد وصوب. ايوه لذلك قررت من هلا ورايح اني احط راسي براسه واعرفه وافضحه بين الناس. بس يعني عدم مؤاخذه مو لازم تعرف بالاول مين هو؟ الحق معك يا ابو ادم، لازم اعرفه بالاول مين، عشان هيك حبيت حطك بالصورة وشاورك بالأمر لأنك حدق وفطين وبيهمك أمري وأمر الحارة. أنا بخدمتك يا أبو طالب. بعرف أنك قدها يا أبو أدهم، لذلك التجأت إلك ومادت إيد المساعدة لنعرف مين ورا هالعيك، وبعدا منا أكيد رح نحط إيدينا بإيدين بعض لننهض بهالحارة. وصلت يا أبو طالب، من عيني هاي قبل هاي، وأنا أخوك بعهد الله. أصيل يا مراد آغا، أصيل وأخ وعزيز وتؤتمن. Thank you.
مين؟ زعيمنا وحبيب قلبنا. اهلي وسهلي اهلي. تفضل تفضل شادي عمي. بدي احكي معك شو كلام. ليش لا؟ تفضل فوت لقلي. لا مو 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 بدنا نروح نشوف الشيخ بلال ونقعد بخان السجاد. ايه بس معقولة ده الضابط سرعك مجال قهوة. بعدين بعدين بعدين. على عيني بس بدل التياب وجي. يلا خذ راحتك. هريبة اللي قوص على ابني من المستشفى واجا بعدها حريق دكان الخياطة وشوكات وبعدها سرقة القمايش وبعدها القواص على ديوان الزعامة بأول يوم بدوس عتبته وشي اللي صار ببنتي اللي بعمري ما وجهت لها كلمة وما بعرف إذا غيبة طلال جوز الثانية شغلة من الشغلات المدبرة وشلشتي وشغلان بالي وبال عيالي دايم الدوم لا 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 في إنا بالموضوع وبدي يكون حدا عم يشتغل فيني كزعيم لأنه هذا الشيء كله حصل من يوم ما تنصبت زعيم طفح الخيل ولازم أعرف مين عم يشتغل فيه ولو على دمي. أخاف عليك ما هيك؟ ولا يهمك شرف. يلا آخلك أختي تقولي عينه صابتنا؟ أكيد عينه صابتنا لك أختي أكيد لكن شو؟ من يوم ما تنصب أبوكي بالزعامة لليوم ما شفنا خير مزبوط لكي بعد تحمل للزعامة وللتنصيب وللجاهات إذا بدها تاخذ منا الهداوة وراحة البال لك أختي طولي بالك أختي واستهدي بالرحمن لك قولي على قلبي لك أختي من كتر المصايب فوق راسنا ما تفضينا نسأل عن طلال عايش ميت محموم على قلبه معك حالك اختي بس هذا حظنا ونصيبنا ولي على هالحظ لك اختي كل اللي تنصبوا وتزعموا ما جرى لهم اللي جرى لنا مسحي دموع هيك ولا تفرجيهم لامك لانه مو ناقصه طيب ابوك رجع لا لسه ما اجى الشهادة لله كلامك صحيح يا أبو طالب يعني من يوم ما استلمت الزعامة لليوم ما ارتحت لا أنت ولا عيلتك شلون كانت رايحة عن بالنا هالسيرة يا جماعة؟ اللي راح راح يا أبو عدنان نحن أولاد اليوم لازم نتكاتف حتى نعرف مين صاحب المصلحة مين اللي بده يلهينا عن شغلنا اللي تنصبنا من شانه كزعيم وعضوات حارة معك ها؟ يا سيدي اللي بيأذيك كأنه أذانا مزبوط هذا الكلام؟ أنا بقول يا جماعة شغلي واحدة بس حدا من الحارة كان طمعان بالزعامة ولما فلصت منه التجأ للعيب والمشاكل هذا كلام مزبوط صحيح كلامك درر وأنا قلتها قبل يا شيخنا وبقولها مرة تانية بالأساس أنا ما كان بدي لا هالمنصب ولا هالسلطة وأنتوا بتعرفوا هالشي ونحن بنشهد يا أبو طالب صحيح نحن عملنا لك رجلين من قصب لحتى قبلت بالزعامة مزبوط شيخنا بس أنا اللي مستغربه أنه ليش بعد ما تنصبت زعيم زادت المشاكل حسبنا الله ونعم الوكيل الناس ما بتترك حدا بهمه يا أبو طالب ها؟ هاي مراد آغا الشرف السلام عليكم وعليكم السلام تفضل ارتاح لنحطك بالصورة تفضلوا تفضلوا استريحوا شرف اللهم اجعله خير شيخنا قبل شوي مراد آغا كان هون وحكيت له ها؟ هاتوا لنشوف نورونا بشو كنتوا عم تحكوا؟ كنت عم بحط الإخوان بالصورة اللي حكيت لك إياها قبل شوي يا مراد آغا أيوة وهي أنا أمامكم يا جماعة إذا حدا كفؤ أكثر مني بهالزعامة أنا متنازل عنها عم يشكي هم للخلايق يا خوف يكون حاسس بشي